لطالما كانت المرأة المصرية شريكا رئيسيا في بناء الوطن وحماية مقدراته. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجدت المرأة الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصولها على كافة حقوقها الدستورية. المزيد نتابعه في سياق النشرة التاسعة. ازاي ناس اسوان بيحبوك وبيسلموا عليك، خصوص السيدات بيحبوك، خصوص المرأة بتحبك يا ريس. قال لي انا شكرا شكرا وانا بحبك والله. السيدات الفضليات الكريمات اللي انا التقيت بيهم في التكريم واللي انا ما شفتهمش حتى، وبرضو السيدات اللي مش موجودين معانا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى، يمكن نقول ندعو الله سبحانه وتعالى انه يتغمدهم برحمه بحق كل حاجه حلوه هم عملوها. بقول ان المراه كانت هي سبب كبير وسبب اصيل لحاله النجاح اللي احنا بنعيشها. ولما جينا حتى في برنامج الاصلاح الاقتصادي احنا قلنا محتاجين دعم المراه المصريه، وبدعمها مررنا نجاح أو مررنا ظروف قاسية جدا جدا مرت على الوطن وعلى الشعب المصري كله بدعمها ومساندتها. أنا واحد من الناس بسمع وبشوف الست بتعمل إيه يعني. وجد في الآخر إن هي الست اللي بتشيل يعني. ما زالت المرأة المصرية تقدم الكثير وتستحق الكثير. كل عام وأنتن جميعا بخير.